ريدي سيتي يا لكيب ابتدى بصفي واحد واحد في المنتجة مهارة دولي وده بلا جدل السؤال مش عاوزيني في المنتخب فكك من الاحداث وده على الخشب بقك على الازاز بنهز النجف سكنت يوضا بحارة بدون سبب الراية مستناني في اخر السنة انا مش بحارة والله لذيذ انا فان سم سنيكس لكن ديب انت ما تيم عد على ديك فضل ربك لو سليم لان قالوا لي عبقري وانا وسط المجانين شيش يركن على اليمين في طابور طويل عيال سوي سوي زي العصافير على قفا من يشيل وعلى راي منير اوعى يد تروح تبيع المايه عند حارة السقالين ريدي سيتي يا لكيب ابتدى بصفي واحد واحد في المنتجة مهارة دولي وده بلا جدل السؤال مش عاوزيني في المنتخب ريدي سيتي يا لكيب ابتدى بصفي واحد واحد في المنتجة مهارة دولي وده بلا جدل السؤال مش عاوزيني في المنتخب فكك من الاحداث وده على الخشب بقك على الازاز بنهز النجف سكنت يا ده بحر بدون سبب الرايه مستناني في اخر السنه ستاشر بار عربادة وقلة أدب جبت ستايلك منين جبت فلوهك منين اوعى تكر يالا ان انا السبب 365 من غير عرق ما يقدرش حد فيهم الا انا فعلا انا زعلت باعوني عشان ترن شخرت قفلت ليهم باب الازل الدنيا اتعلم وانا فاشل في المدرسة فنان حر بشبشب ماليش في الخنفسة نفوس نضيفة مخي اللي كله كركبة مشي باللوف مشي تلالا للعرباجة مقاتل 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 يا ولد يا تيم مقاتل 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 ريدي سيتي يا لكيب ابتدى بصفي واحد واحد في المنتجة مهارة دولي وده بلا جدل السؤال مش عاوزيني في المنتخب فكك من الاحداث وده على الخشب بقك على الازاز بنهز النجف سكنت يا دبح